وشارك مجلس الشورى ممثلا بسعادة المحامية دلال جاسم الزايد في الاحتفالية التي أقامتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، والذي تضمن إطلاق البرلمان لدليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان، والذي جاء ترجمة لمبادرة تقدمت بها سعادتها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة المحامية دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. مساء الخير سيدة دلال، وكما ذكرنا أن كان لكم مبادرة لتبني دليل للبرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان، لو تطلعينا بشكل مفصل أكثر على هذه المبادرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نتقدم بالشكر لرئيس البرلمان العربي الأخ عادل العزومي، اللي طبعا مشكورا بمناسبة اليوم الدولي تم إطلاق الدليل للبرلمانيين العرب، وهذا الدليل جاء يعني موجها تحديدا في مجال حقوق الانسان، بحيث قمت بهذا الاقتراح مستهدفه رفض بناء القدرات لدى البرلمانيين العرب حتى نعمل بدور متكامل لتحقيق الممارسه الجيده والفاعله والتكاملي ايضا مع حكومات دولنا لكفاله تلك الحقوق. طبعا وعملت مع المعنيين في الامانه العامه في الصياغه والمراجعه القانونيه، والحمد لله كان هذا نتاج عمل يعني اشهر جاء بهذه الدليل متضمن 7 محاور رئيسيه استهدفنا التعريف بتلك يعني الحقوق واليات والتدابير المطلوبه وكيف نلتزم ونوائم ما بين الاعلانات والاتفاقيات سواء يعني كانت على المستوى العربي والدولي، واليات لاستثمار الادوات البرلمانيه، وعلى الاخص احنا نستهدف كيف نجابه الضغوطات والتدخل في الشان العربي وسياده دولنا استقلالا لتلك يعني الحقوق تبع التقارير الدوليه المرفوضه من جانبنا. طبعا احنا ناكد على مساله ان دعم هذه المبادرات اكيد انه يتحقق دوما اثر ايجابي في العمل وتحقيق التكامل والتنسيق والقوه فيما بين الدول العربيه. تم ترجمة هذا الدليل طبعا إلى اللغتين أيضا الإنجليزية والفرنسية بهدف الترويج وإطلاع كافة الدول وبيان ماهية العمل اللي نقوم فيه في هذا المجال، وأيضا نطلعهم على تجارب دولنا الزاخرة فيما سواء على مستوى القوانين أو الممارسات في إنفاذ القانون. فإن شاء الله تحظى يعني برلماناتنا الوطنية في التدريب على هذا الدليل ونأتي النتائج اللي استهدفناها من إطلاق هذا الدليل. نعم سيدة دلال، هي بالتأكيد مبادرة مهمة لها أصداء طيبة لدى البرلمان العربي، ولكن هل هناك مبادرات أخرى يجري العمل عليها حاليا في ذات السياق؟ طبعا نحن كأعضاء في البرلمان العربي ممثلين مملكة البحرين دوما نحرص أن احنا يعني نبادر في طرح عدد من المبادرات النوعية واللي يكون لها أثر مثمر في العمل. حاليا الان ان شاء الله سوف نتقدم في مبادره متعلقه بالامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الغذائي وايضا المخزون الغذائي في الدول العربيه، كيف نشجع على التشريعات التي تيسر وتسهل هذا الامر، تبادل المنافع والامتيازات ما بين الدول، في بعض الدول تمتاز في الارض الزراعيه، المياه، الخضره، التسويق، فسنحرص ان يكون في عندنا استراتيجيه متكامله نتخذ فيها هذه التدابير التشريعية وإن شاء الله ستطرح على البرلمان للنظر فيه. نعم، من القاهرة سعادة المحامية دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.